لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم اجعلنا ندعو إلى سلام ترضاه ويرضيك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. أذكركم بحديث أبو شريف ورد عند البخاري والترمذي وأبو داود والبزار وغيرهم. ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيه في هذا الحديث؟ من صنع إليه معروف، الوطن يصنع له، يصنع معروف ولا معروف، من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور، والعياذ بالله. مسألة واضحة، أنتم الأوتار خدمنا كل الجزيئات الموليكيول وكل الضرات الأتوم، خدمتوها في هوائي ومائي وغذائي وكل شيء، خدمتم الأوتار. أين أنتم من شكر الرحمن بالحفاظ على سلامة الأوطان؟ أين أنتم يا خوان؟ إلا من أراد أن يجعل رب قد فوت أوان، هؤلاء فيهم أمل، لأن كان ينفع الأوطان. أما الآن فهم في كفران الأوطان. الأوطان هي من مهبط خيرات المولى لك ولكم جميعا. الأوطان هي منابت خير لمن أراد الخير لنفسه قبل الخير لغيره. الأوطان هي المألاذ الآمن. الأمطار هي سبب عز وسبب صولة وجولة على الأعداء من الداخل بالداخل والخارج. طب الخمس عظم شأنه الآن في ديار العرب وديار من يدعون الإسلام. وطب الخامس مازال ينمو، لأن وراءه بنو صهيون يريدون أن يتضخم هذا الطابور المشؤوم حتى تسهل عليهم قيادة العالم. قيادة إلى ماذا؟ قيادة إلى الخراب أكثر مما هو في الخراب. وكذلك دفعوا إلى يوم شؤم، يوم العرض على الرحمن والانتهاء في النيران والعياذ بالله. هذه هي معنى سلسلة، معنى نتاج من خان الأوطان. احذروا. وماذا يقول نبينا عليه، لا، وماذا يقول الشعر؟ قال نبينا، قال في بداية والناس كل فهمته، من صنع إليه معروف، الحديث من صنع إليه معروف فليجزي به، إن يردوا ولا خير منه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلم يجد ما يجزي. فلا أسهل ما عدوش ما كيفاش يرد الهدية، هي هدية، الإحسان هو هدية، المعروف هي هدية. فليثني الأخرى، يذكر المحسن بخير عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. ومرت الآية، أذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم من عذابي لشديد. الآية السادسة سورة إبراهيم عليه السلام، وإن كتمه فقد كفره، تكتمه غطيته يا لئيم، تأكل الغلة وتسكت الملة من تحياته يا لئيمة يا سقطة، كون غباك مش وطنك، وشكون حماك مش وطنك، وشكون رباك؟ كانت تربية، لكن العقود الفارضة كانت سوء تربية وغياب التربية. ولا أشهد يوم الله اللي كونه كان بنو صهيون في أوج تأمرهم على هذا الوطن، وكانوا يدفعوا لناس معينين يدعون الفلسفة، وهم حاملوا الحاد ومكر وشدائد هذه الأوطان، لأنهم كانوا يسفوا أحلام الصادقين في هذا الوطن، وكانوا ينبوا الإسلام بشيء كما تقول، يعبثوا بك البقايا من يؤمنون بأن الدين لابد أن يبقى ولو لدرجة سفلى حتى يحمي الأوطان. فدمر هذا السد، وإن كان لم يكن منيعا بالقدر المطلوب، لكن على كل حال دمر. وكانت الأساتذة
والمعلمين وستات من النوع هذايا معنا يعبث بهم ومعنا ألوفهم تعبط التراب وتصطدم بصلابة الأدين والعياذ بالله. إذا ختم حديثي يا لبيتين لا نكمل حديث الساعة فقد شكره فإنه إذا أثنى عليه أي عظم شأن المحسن صانع المعروف فقد شكره وإن كتبه فقد كفره. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت سورة كاملة جميلة ناطقة فقد كبره ومن تخلى وانتحل بما لم يعقل ولما لا ينفع اللي قاعدين يدعون الوطنية الاسطوريون انتم من هو الوطني نحن ظلمنا نشكرهم فضحكم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول التقوية المؤمن بأنه ينظر بنور الله صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلامه ثوب زهر يعني يا ريال أنت في علاك وفي أسفلك وأنت مشؤوم بقسميك كل أيام بالله ما لم تتوب إلى رحمة. أختم هذه الفيديو ببيتين ومن الرزية من الرزية أي البلية العظمى أن شكري صامت يعني ضربه خلص فدو غم من أحسن إليه ما يجوز يذكر بكل قال هو بلوغ الطفين يا لئيم ما يجم ينقل المعروف إلى إنسان لا أصل له بل هو ما نام من أعداء الأوطان. ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت أي إنسان أجعل لك عما فعلت وأنا أعلم حالك وأنا أعرف اسمك لكن لا يمكن لي أن أجر به. ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق فالبر هنا حاضر المعروف جاء ويغرد عليك أن تذكر صاحبه بخير أو ترده إليه. احنا دائما الدنيا اللي عرفتم السلامة فيها أعطي خو دونو دونو مش طريقة لئيمة سياسية لا دونو دونو لوجه الله وأرى الصنيعة منك ثم أسرها إلى البيت الثاني اللي كانوا مكرر الأول وأرى الصنيعة منك ثم أسرها إن إذا لندى الكريم يسالك هنا فضح نفسه بنفسه وهؤلاء أعداء الأوطان سيوضحون بدعواتهم أو بغيرهم رغم أنوبهم ويأتيهم الخبر من اليقين حيث لا يعلمون وتكون نهايتهم الكارثية بفضل الله وقت تنهى الأوطان من شرهم وكيدهم. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع